برضو جماعة الأهلي طيب، الباقي كلهم. على ذكر الإنسان المحترم اللي أنت جايب سيرته، الشيخ إسماعيل عثمان مشرفنا بالاتصال. أهلا بك يا صاحب السلام الفضيلة. عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وأستاذنا الكبير، ربنا يبارك في حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله أنا وبركاته. سايبه عمال بيجيب في سيرتي وعمال بكح هنا بقالي فترة أيوة وأنت بتسمعه بيقول لي كده. أنا حاسس برضه، بس هي يعني إيه سيرة عطرة، فأكيد طبعا بيحفها لا كده والله دي الجمال مفاجأة والله. جميلة وشاكر ليكم يعني بجد والله، ربنا يبارك في حضرتك. هو بيقول في شخصك الكريم شعر وعينيه كده فيها شجن، فأنا والله عجبني طبعا الإخلاص والامتداد ده، ما هو ده اللي بنقوله يا صاحب الفضيلة والله. والله فكرة انا إنك كنت تاخد بتفرج على بإيد افلام اللي من اولها، قدامك. فاخدت من حضرتك يعني المجمل اللي اشرف عايشه. انا حضرتك بدايه والله لله، يعني انا كنت لسه قاعد معاه امبارح، كنت في القريه كنا قاعدين مع بعض. انا لما بحب اسلطن نفسي كده واقول شويه حلوين بجيبه الاول يقول معايا الله اكبر. حقيقه والله، مش مجامله ولا حاجه. لو هو بسم الله ما شاء الله صوته حلو، وانا عارف ان حضرتك برضو صوتك حلو، ربنا هنستثمر يبارك في حضرتك ونستغلك دلوقتي كمان بالمره وتعمل ديوتو حلو كده مع ان شاء الله. تلميذك لكن انا عاوز الاول يعني المجيد. اقدم الشكر بدايه للاستاذ علاء استاذنا الكبير اللي هو فعلا كان البذره، تمام. وعاوز اقدم شكر كبير جدا لاهل القران في القريه، لان حضرتك انا بقوله اشرف قاعد دلوقتي سامعني وشاهد على الكلام دوت. في تقريبا حاجات هو الناس ما بتاخدش بالها من التغير دوت على ايد اهل القران. يعني انا عاوز اشكر فضيله الشيخ محمد هنيدي وفضيله الشيخ محمود محروس لو بيسمعوني دلوقتي، لان هم اكتر اتنين غيروا يعني مخارج حروف لمبتهل هيبقى نجم ان شاء الله قدام، اذا ما كانش هو نجم دلوقتي اصلا. صحيح صحيح. فحقيقي طبعا وشاكر جدا للاستاذ علاء، هو كان ربنا حط له كده حاجتين كده في طريقه، اللي هو فعلا ودنه دي من عند ربنا فضل محض، ودن ممتازه جدا، ودن عبقريه، وانا بقولها وعارف انا بقول ايه، ربنا يخليك. بيقدر ياخد النغمه ويستلم. صحيح. يعني اشرف اديله كده اي حضرتك اي مقام، ومعلش اتمنى كده واحنا على الهوا يعني هنقول انا وهو حاجه مع بعض كده، دويت مع بعض على الهوا. انت بص، هو دايما بيقول لك الصمت في حرم الجمال جمال، فانا ساكت وانت اهو تلميذك، لا ربنا وتعاملوا بقى مع بعض. حتى برضه يعني نختبر ودنه كده على الهوا كده، نشوفه لسه بيذاكر ولا ننسى الحاجات المقامات والحاجات دي. طب ماشي، احنا نختبره. ماشي اهو، اتفضل. ازيك يا شيخ اشرف؟ ازيك يا سيدنا؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني كتير والله، ما اني شايفك امبارح مع بعض. شوف الجو بقى بتاع الكاميرات وبتاع الهوا، وحشني. واقول لك طب بنتقابل انتوا مع بعض ودايما ان شاء الله. طيب احنا هنسال بس كده الاول سؤال على الهوا، بس اقعد تكسفنا على الهوا. لا عيب يا سيدنا، تلميذ. هنقول كده حاجه كده ونقول الاول الناس نعرف الناس ده مقامي الاول يعني. تمام يا رب. رسول الله كامل ولا المقام ايه؟ المقام ايه الاول ده؟ ده سيك يا سيدنا؟ سيدنا؟ طب سيك هنكمل بقى، يلا قول معايا بقى يلا عشان نسمع الناس حاجه حلوه كده. اتفضل اشرف، قول يا حبيبي. اقول؟ معاك، قول يا حبيبي. رسول الله وأرق مهجتي شوق دفين، مدحتك لا نفاقا، مدحتك يا حبيبي. اسمع منك لوحدك يا مولانا يا مدحتك سيدي لا نفاق ولا رياء، وفي من يا
يمدحون كمن أكون. الله 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 الله، إن شاء الله ربنا يخليك يا سيدنا. والله انا اسف يا طبعا لو طولنا على حضراتكم، طولت ايه ده، انا مستمتع وكل مشاهدينا مستمتعين وزميلنا في الكنترول بعت لي حضرتك التحيه والله والشكر. طبعا انا ما اقدرش طبعا اقعد مع اشرف على الهواء، لان لو قعدت معاه هو طبعا هياكل مني الجو خالص، فانا قلت خليني في الكلام كده على قدي. لا 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 سيدنا، لا والله والله انا بحييك والله يا شيخ اسماعيل، بس انا اسمح لي بس اسالك على حاجه كده يعني. اتفضل اتفضل حضرتك. أشرف معاك في المجموعة وغيره وغيره من زمايله، يعني إن شاء الله ربنا يكتب لهم النجاح. بداية الطريق الصح إن هو يكون منشط صح، إن هو طبعا محظوظ بوجود يعني الشخصيات المحترمة زي حضراتكم، ولكن المفترض يعمل إيه أو يروح لمين أو هو يتحلى بإيه أو المقومات اللي المفترض تكون عنده إيه في ألف به، عشان في ناس كتير موهوبة ولكن مش مكتشفة نفسها. والله حضرتك السن دوت يعني رقم واحد، مش عاوزين نحمل الشاب فوق طاقته، بمعنى انا بقول للشاب في السن دوت عيش حياتك زي ما زمالك كلهم عايشين في حدود الدين بتاعنا والقيم والاخلاق، لكن لازم تحط قدامك كده هدف، وان كنت انت مش شايفه دلوقتي بس هتشوفه قدام. فعدم حضرتك عدم تحديد الهدف او الموهبه، اي حد بقول له سمعنا دلوقتي في قريتنا جزيره الحجر ومركز الشهداء والمنوفيه ومصر كلها، بقول له لو عندك هدف خليه قدام عينيك بس وعيش حياتك، وتاكد كل يوم لو انت بتدي في ساعه او ربع ساعه او خمس دقائق للهدف ده يوميا. بعد سنه انت هتكون عملت مشروع لنفسك في اي مشروع انت داخله او اي مهمه انت داخلها. فده رقم واحد. رقم اثنين عشان ما اطولش على حضرتك، لازم في الانشاد يبقى ليك علاقه مع ربنا. سامحني حضرتك، مفيش فرق بيننا وبين اي حد صوته حلو الا حاجه واحده بس، ان احنا بنحاول، احنا مش بندعي ان احنا اتقياء او لكن بنحاول حاجه واحده. ايه هي؟ ما عندناش حاجه اسمها منشد بيأثر في قلوب الناس. احنا مشكلتنا حضرتك بنأثر، بنلعب على القلب مش على الودن. ايوه صحيح. احنا ممكن الودن عادي، ممكن اي حد النهارده ممكن صوته حلو يأثر فيه، لكن مش اي حد بعد ما اسمعه واروح بيتي هيغير مني بصوته. اللي هو الصادق الواصل. الله يبارك في حضرتك. صحيح. فانا بقول لنفسي والله اولا ولاي شاب النهارده، نحاول نخلي دايما ربنا قدامنا واحنا بننشد. صحيح. ونحاول نخلي صاحب الفضل علينا اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بننشد لمين اصلا؟ مين علمنا المدح؟ ومن الذي علمنا كل هذا الجمال؟ هو سيدنا رسول الله. صح. فنحاول نخلي نفسنا كده دايما في علاقه. واخيرا طبعا في المجال الاكاديمي، السماع ثم السماع ثم السماع في مجال الانشاد. صح. المنشد حضرتك الناجح اللي عاوز يبدا ما يقلش، كان مشايخنا وكان اساتذه التربيه الموسيقيه اللي درست على ايديهم يقولوا لي السماع بيعمل منشد وقارئ وشيخ ومغني، ويعمل نجم كبير في كل مجال السماع والغنى او الانشاد او القران او غيره. يعني لازم السماع رقم واحد يعني. صحيح. واخر حاجه طبعا بشكرك طبعا، وبشكر القناة على القناه، وبشكر المره الاخيره قريتنا، وبشكر اهل القران في قريتنا، لان فعلا القران في قريتنا ظاهره. اتمنى حضرتك ان شاء الله قريبا نعمل حلقه عليها طبعا، وهي تقريبا هي اللي مطلعه اشرف ومطلعه اسماعيل ومطلعه الناس دي كلها، الحمد لله رب العالمين. يعني كل التحيه والشكر والتقدير لشخصك الكريم ولهذه النبته الطيبه اللي خرجت حضرتك واشرف النماذج المحترمه اللي احنا دايما بنقول هي نماذج يحتذى بها للشباب. والله بيكم ربنا يبارك فيكم. وتاكيد ولكلام حضرتك حاجتين، كل ما وشك ووجه الانسان ينحن، كل ما وشك